خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره ويا هاني، الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح، طول العمر ليك يا هاني. ايه في البيت ما شاء الله. الله، العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا، زفت. سليمان. نعم يا هاني. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ اتفضل يا تيتا حضرتك. يلا جوبن. اتفضل يا تيتا، اتفضل. العماره نورت، مصر كلها نورت. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده، اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ انت هتبقى مذبحه يا شريف، مذبحه. ميزه ميزه يا رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز، ما تدخلي مع صاحباتك. اخس عليك يا فايم. جوبن، قاعد. الست دي كدابه. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه، انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش هعرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه، قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك، جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمره غلط. حد الظابط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خد تيتا وروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجر حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ أنت حضرتك تيتا حضرتك، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا، تيتا هاوية، تيتا هاوية. موتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع، ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده. منظر مدفن ده يعني؟ الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص
ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزاره، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فوق حد يا تيتا، حضرتك عفو. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوي تيتا بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر تيتا. نجر. ادعك كويس. ادعك كويس. حاضر يا تيتا. بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اتكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا. صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله يا منى. ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منى، مش تدخلي، اصل تيتا خرجت مش عارفه قاعد فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضي قوي يا منى. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول، يعني استنى استنى شويه يا منى. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منى، سوى مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار، هتاكل نفسك وراها. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني، سوء انا اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان، حيوان. اذا كنت انت حيوان. ربنا ما نواك. عنك ما طفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلت لك يا بهيره هانم؟ سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها. الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا؟ هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس. ده احنا جبنا لها كذا كلب، عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي، عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص، انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستي هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه، يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه ايه مخدرات؟ تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي، ممكن ما احترمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب.
احترمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوق من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عم، مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا يا تيتا، يلا يا تيتا، نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. وربنا ما حصل يا تيتا، وربنا ده انا تبيت حضرتك. عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا، هو مجرد تعارف، تعارف يعني. اصل المناه دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم. الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا، ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه، ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حاضر يا تيتا، ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم، ممكن اقوم عشان حاسس ان هو معلم. يلا في 60 داهية. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام، لو تقام شوية كده ولا كده. الله يسلمك، الله يسلمك. بتعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارفه حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكين قوي، اتفضل يا حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زجاج زروق. الله يخليك يا معلم. زجاج زروق. شاك منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله. لا ما اقدر، ما اقدرش، مش هقدر. مش هقدر، مش هقدر. سوري سوري. اتفضل يا حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا. حضرتك. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي، أختي موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي، شغالة مع رؤوف، أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا، أسطى نقاش كبير أوي، أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع إيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم، ده إيده تتلف في حرير. غير يا حاجة، وماله النقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة، الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايه رؤوف حضرتك يعني يخلق مش شبه بعين، كل الناس بتقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصي قوي، مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبه على البشر. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده، ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقام. لا مفيش خير، خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي، ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافي منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلي على النبي تتسلم. حيوان. قدامي يا حيوان. قدامي. عرة. عرة عرة مين يا دراجي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة ايه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجة يا ظروف؟ حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول، بحبش الفضول لو تقام ناس. يا مش هقطع شقطة. بتشكي او بتحرجني على فكرة. معلش معلش معلش.